السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة الظفار ولجميع متابعينا عبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى البيرسكوب في تويتر وعلى باقي منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. العاشر من يناير لعام 2020 يوم غربت فيه الشمس على عمان وشعبها غروبا مختلفا وأشرقت بخبر الفقد المؤلم الذي ما زلنا نقف عنده رغم مرور عام كامل. فلم تفقد عمان وشعبها سلطانا فقط، بل أبا وقائدا ملهما جاب سلطنته من شمالها إلى جنوبها مذللا كل الصعاب لتكون كما تمنى لها. تركناك في أمان الله يا مولاي وحفظه ورعايته، ونسأله جل جلاله أن يجزيك عنا خير الجزاء أب عن أبنائه، وإننا نشهد أنك أديت الأمانة، والله على ما نقول شهيد. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا، نخصص هذه المساحة المفتوحة في ذكرى وفاة السلطان قابوس طيب الله ثراه، هذه الذكرى المؤلمة على العمانيين جميعا، وبعد مرور عام كامل نخصص هذه المساحة وهذه المحطات من خلال وجود نخبة من الضيوف في الاستديو ومجموعة كذلك من الاتصالات والمشاركات. ونرحب بضيفنا في الساعة الأولى الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية سابقا. أهلا وسهلا بك الشيخ خالد، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيك الشيخ خالد. بعد مرور عام كامل من وفاة أعز الرجال وأنقاهم، لازال طيب الله ثرى باق في قلوبنا بذات الشموخ والعزة والرفعة، وكأنه رحل ليبقى. شيخ خالد، كيف تتجلى هذه المكانة العظيمة جدا للسلطان قابوس طيب الله ثراه في قلوب العمانيين؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم، مع الصديقين والأنبياء والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وأرى من المناسب أن نقرأ الفاتحة على روح المغفور بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. طبعا جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه لم يكن شخص عادي في تاريخ عمان، بل كان حقيقة يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة العمانية أو الشعب العماني أو الفرد العماني حقيقة. فنحن منذ وعينا على هذه الدنيا، أنا شخصيا وآخرين أعتقد بالآلاف، على مدى 50 عام كان هو الأب قبل أن يكون القائد، ونعلم علم اليقين ويعلم من هو أكبر منا سنا ومن عاصر المراحل السابقة أين كانت عمان وكيف أصبحت عمان في عهد السلطان قابوس. فعندما فقدناه في العاشر من يناير من العام الماضي، شعر العماني أن عمان فقدت أب، وفقد الأب ليس بالأمر الهين حقيقة. وأنا لا أبالغ إذا قلت إن عندما يذكر السلطان قابوس في أي موقع في أي جلسة أسرية غير أسرية، ترى الكل يبدأ بذرف الدموع حقيقة. وفي هذا الموقع يستحضرني بيت شعر حقيقة قد يعني نسقط على حالة السلطان قابوس لشاعر النيل حافظ إبراهيم عندما قال: أنا حللت أرى عليك مأتمن، فلمن أوجه فيك حسن عزائي؟ لبنيك أم لذويك أم للكون أم للدهر أم لجماعة الجوزاء؟ الله أكبر. وهذا حقيقة توصيل بسيط لمشهد السلطان قابوس طيب الله ثراه. نعم، يمكن الشيخ خالد إنجازات جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه لا تعد ولا تحصى ولا تكفيها الحلقات ولا البرامج، ولكن في ذلك اليوم بالتحديد 11 من يناير وفي تلك الجلسة الشهيرة في مجلس عمان عندما اجتمع الجميع لتنصيب جلالة السلطان هيثم، تلك الساعات كان كثير من الترقب، ويمكن استشعرنا الشيخ خالد في ذلك الوقت حجم
منجز الوحدة الوطنية الذي حققه جلالة السلطان طوال سنوات النهضة، انتقال سلس للسلطة، أمور مرتبة بشكل دقيق، نظام أساسي يحفظ حقوق الجميع ويوضح الآلية والطريقة. أتوقع إلى الآن وإلى الغد نحن نعيش هذا المنجز الشيخ خالد. وفي الواقع أستطيع أن أؤكد من هذا الموقع حقيقة أن من فضل الله نحن في السلطنة أكرمنا الله بأسرة مالكة حقيقة يشار لها بالبنان حقيقة. عندما مرض المغفول بإذن الله قال السلطان قابوس منذ العام 2014 حقيقة بدأت مرحلة المرض، وأنا الأسرة المالكة متكاتفة، وفي عز فترات المرض أرى الأسرة المالكة والشعب العماني متكاتف، وأرى الحكومة تعمل بانسيابية حقيقة. نعم. وفي الأيام الأخيرة قبل وفاته بأيام حقيقة لم أرى إلا تكاتف ووحدة صف وحب العمان حقيقي. وطبعا ما في شك أن الشعب العماني ما في شك أنه شعب واحد ومترابط، والكل يعني ينظر لما نتكلم عن يوم الأحداعش يوم تنصيب جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، طبعا هذا مثال يعني طبيعي للواقع العمانيين وواقع الأسرة المالكة كمجمعة يعني لدرجة أن هذا في إيثار حقيقة، يعني ما في أي يعني أي حد يرغب إلا بإجماع الكل وبالوصية، يعني قمة الرقي وقمة الإيثار. وهذا أكد عليه صاحب السمو السيد فهد بن محمود يعني في كلمة. ما في شك صاحب السمو السيد فهد بن محمود حتى قبل تلك الأيام هو كبير الأسرة حقيقة، ورجل يعني يتميز بحكمة غير عادية وتوازن واتزان غير عادي، وكل أفراد الأسرة المالكة صاحب السمو السيد أسعد وصاحب السمو طبعا لاحقين جلالة السلطان حاليا السيد هيثم وصاحب السمو السيد الشاب وصاحب السمو السيد شبيه هم كبار الأسرة حقيقة. نعم. وكلهم يعني حقيقة على مستوى عالي من الرقي ومن الإيثار يعني. نعم. انتقال السلطة أنا أعرف يعني ناس يقول إحنا نمنا في الليل ولا نعرف إيش صار، وصبحنا الصباح وجدنا أنه صار في إعلان وفاة وفي تنصيب للسلطان جديد ونحن في فترة نومنا فقط يعني. نعم. كلها ساعات. نعم. يعني طبعا هذا مش جديد على الأسرة المالكة الكريمة ولا على الشعب العماني حقيقة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مولانا حضرة صاحب القادة السلطان هيثم. وطبعا هذه المرحلة اقتصاديا صعبة على العالم كله حقيقة. نعم. لكن بإذن الله بحكمته بإذن الله تعالى وبهمته إن شاء الله عمان ستتجاوزها إن شاء الله بإذن الله تعالى. وممكن في مجموعة كبيرة من اللقاءات اللي أجريناها الشيخ خالد خلال فترة الحداد مع ضيوف من خارج السلطنة أبهرهم هذا الانتقال السلس للسلطة، يمكن اللي موجود خارج السلطنة ليس كالموجود في داخل السلطنة، ويعني مؤمن إيمان كبير بوحدة وتلاحم هذا الشعب. هذا اليوم أتوقع درس يعني الشيخ للعالم أجمع كيف يعني تتأسس فعلا الشعوب بهذه الطريقة. ومثل ما ذكرت الشيخ حتى قبل أيام قليلة كل شيء كان يجري على ما يرام في البلد، دولة مؤسسات وقانون مكتملة الأركان لا تهزها الظروف والتحديات. وهذا يدل كما قلت أن في وقت الشدائد أو كذا يظهر معدن الرجال. الله نعم. نعم نعم. المرحلة أكيد أنها مرحلة انتقالية، وأنت الشيخ خالد كنت من الحاضرين في قاعة مجلس عمان عندما ألقى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خطابه الأول في تلك اللحظات العصيبة على الجميع. أتوقع شيخ خالد من الخطاب الأول نحن عرفنا مباشرة أين نذهب من كلمات جلالة السلطان هيثم، والكل اطمأن بتلك الكلمات. أكيد. هو أنا نرجع اليوم اللي قبل يوم التنصيب يعني أنا نعم. كنت في حقيقة في الخابورة ولاية الخابورة أرعى مناسبة زواج جماعي في المساء، ولم تكن حقيقة هناك مظاهر فرح، يبدو أن في تسريب خبر معين فقط يعني تكريم صورة تذكارية مع رعاية الحفل وشيء من الهدايا للأرسان يعني. نعم. وأنا راجع بالليل حقيقة الجو مع أنه ليل يعني في مطر جو غريب 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 يعني في شيء يعني واضح انه طبعا شو اسمه. وبعدين تلقيت اتصال انا مع الشيخ الامين العام الشيخ الفضل الحارثي يعني انه بكره مطلوب ان نكون موجودين الساعه 7:30 في مجلس عمان، وطبعا خلاص يعني الموضوع اصبح حقيقه وإن الله وإن إليه راجعون. طبعا انا لما وصلت الى مجلس عمان من كان امام في السياره صاحب القاهره السلطان هيثم الله يحفظه ومع السيد حمود بن فيصل، ودخلنا مع بعض حقيقة يعني
هذه جاي بالسيارة لوحده يعني ما في أي حراسة ما في شيء يعني يعني ودخلنا وصل قمنا يعني تعزية أفراد الأسرة المالكة والأمور طبيعية يعني الرجل الذي سيكون حاكم بعد نص ساعة دخل بسيارته لوحده ولا حراسة ولا كذا هذا برضو مشهد آخر يسجل نعم وطبعا في تلك أو في تلك اللحظة طبعا عندما اجتمعت الأسرة وفتحت طبعا حضور مجلس عمان وفتحت الوصية وتم يعني توافق بالإجماع على السلطان هيثم الله يحفظه طبيعي هذا الخط نتوقعه نحن من جلال السلطان هيثم لأنه هو حقيقة خط عمان التقليدي وهو رجل يعني عايش نعم. السياسة العمانية وعايش النهضة العمانية بالكامل يعني وتدرج في مواقع قيادية حقيقة فبالنسبة للخطوط السياسية العريضة طبعا هي خطوط مثالية طبعا ما في شك يعني وأكد عليها ما في شك نعم وطبعا واعتقد ان جلال السلطان يعني عمل الله يغفر له السلطان قابوس عمل مدرسة حقيقة في الفكر العماني نعم واعتقد ان احنا بهذا الخط بالذات في الجانب السياسي يعني باذن الله لن نرى الا الخير ان شاء الله نعم والاسس متينة اكيد يعني شيخ خالد من خلال يعني وجودكم لسنوات طويلة في مجلس الوزراء وعمل مشترك دائما يعني كل من عاصر واشتغل مع جلالة السلطان هيثم يصف بالشخصية القوية القادرة على اتخاذ القرارات الشجاعة وتحمل كثير من التحديات وأمكن هذا اللي الحين نحن نبدأ نلامسه من خلال كثير من القرارات هذه الفترة يعني الشيخ خالد ما هي يعني أبرز الصفات القيادية التي تميز السلطان هيثم لتولي هذه المرحلة المهمة من تاريخ عمان هو أول صفة أنه سليل أسرة حكم وهذا يكفي يعني هو ابن صاحب اسمه السيد طارق بن تيمور نعم وهذه شخصية استثنائية في تاريخ عمان الحديث يعني رجل بحكم يعني سنوات طويلة من الحياة في الغرب رجل لديه أفق متطور جدا يعني حتى سابق مرحلته في السبعينات وكذا وجده السلطان تيمور وفوق هذا طبعا هو تمرس في مدرسة قابوس أو جلالة السلطان قابوس وشخصيته هو بشخصه رجل متزن متزن وغير مستعجل وفي نفس الوقت يعني أنا دائما أقول الخبرة تعضد القرار الخبرة وهو كل مراحل العمل مر فيها حقيقة وكما قلت هي قيادية يعني أكثر من 40 عام في في المؤسسة الرسمية الحكومية نعم. فأنا بالنسبة لي انطباع أن صاحب الجلالة الله يحفظه هو أرى أنه مثال في الأخلاق الرفيعة حقيقة يعني نحن كم سنة أكثر من 9 سنوات تزامنا لم أرى في يوم واحد زعلان حقيقة يعني ما في يوم واحد يرفع صوته على أحد حتى لو في شيء لم يكون مريح بالنسبة له ما شوف التعابير الوجه لكن بدون صوت يعني نعم. هذا الاتزان طبعا هو جزء كبير من صفة القائد وهذا كانت صفة جلالة السلطان قابوس الله يغفر له بإذن الله نعم وهو أكيد رجل المرحلة وأمكن من خلال تفاصيل حتى الرسالة والوصية يعني ذكر السلطان قابوس طيب الله ثراه أنه نتوسم فيه الكثير حتى يكون في هذه المرحلة الآن الكل يستشعر المسؤولية الشيخ خالد هذه المنجزات التي تحققت في عهد السلطان قابوس طيب الله ثراه في جميع المجالات وفي جميع القطاعات أكيد مسؤولية كبيرة علينا اليوم جميعا في الحفاظ والبناء عليها كيف يمكن أن نستشعر كل هذه المسؤولية لمرحلة قادمة في نهضة متجددة لعماننا الحبيبة نستشعر عندما نعرف قيمة الشيء نعم وهذا المهم حقيقة نعم. من يرجع لعمان في بداية 70 طبعا عمان دولة ذات تاريخ عريق ما في شك لكن لظروف استثنائية مرت بظروف سياسية استثنائية قبل العام 70 وهذا معروف للكل يعني فخفت قليلا بريق عمان حقيقة في سنوات أو عقود بسيطة قبل 70 طبعا قال السلطان الله يغفر له عندما أتى الحكم في عام 70 أنا استذكر الشيء من تاريخه هو يعني هو في 58 لما أتوقع كذا لما ذهب للدراسة في بريطانيا وتحديدا الدراسة في الجانب العسكري وفي كلية سانت هيرست ومن ثم يعني عمل في الجيش لفترة وأعتقد أنه قام بجولة حول العالم لعدة دول يعني نعم أعتقد تلك الجولة برضو أثرت فيه في رؤيته لعمان حقيقة فعندما أتى في العام 70 وتولى مقاليد الحكم لم يكن يعني نيته أن فقط أن يدير دولة بل أن يعيد مجد الدولة
دولة كانت إمبراطورية كما كان يطلق عليها، وكان الهمة عالية جدا والشغف بأن تكون عمان دولة مميزة واستثنائية في أقرب وقت ممكن، وأن تعود أقلة يعني أبناها يعودوا للوطن حقيقة، لأن بسبب الظروف كما قلت الاستثنائية كثير من يعني الأشخاص أو الشخصيات العمانية كانت خارج البلد. كان هناك النداء في السبعين نعم لتعمير وبناء البلد، فأتت العقول العمانية وساهمت في 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 عودة عمان طبعا بتخطيط ومتابعة دقيقة من جهة السلطان الله يغفر له. يعني احنا عندما نشوف الآن يعني طريق مثلا لأي منطقة في عمان لو في بس فقط تصليحات بسيطة أو صيانة بسيطة نتضايق، نعم مش هذا الشيء المزعج، فما بالك لن تكون هناك طرق، وعمان دولة وعرة بحكم الجبالات تضاريسها وعرة طبعا. نعم فتخيل حجم يعني الجهد الذي كان يبذل. وكما قلت هو رجل لم يكن رجل عادي، يعني رجل يتميز بهمة عالية طيب الله ترى، فكان يريد أن تكون عمان فوق وكانت بفضل الله. فمن يذكر هذا ويعرف هذا سيحافظ على ما هو موجود، أما من لا يعرف هذا أو لا يعني له شيء أو يظن هذا شيء طبيعي، يعني طبيعي يعني أي شاب مثلا يجد أن الأمور هذا موجود في كل دول فايش الفرق بيننا بين الدول؟ لا الأمور لم تكن كذا، الأمور كان فيها عناء وجهد. فأعتقد أن من عايش الفترات هو من يقدر أن يقيم. لكن أنا لازلت أقول يعني العماني بفضل الله العماني يعني رجل عنده حب الوطن حقيقة. يعني أنا ما أعتقد أحكم على بعض الأصوات هنا أو هنا التي لا تعرف قيمة المنجز في الوطن، لكن بشكل عام العماني سيحافظ بإذن الله. نعم نقول دائما أن العماني نبت هذه الأرض وأكيد يعرف قيمتها وحجمها بشكل كبير من خلال السنوات الطويلة الماضية. وجلال السلطان قابوس طيب الله ثرى دائما مثل ما ذكرت الشيخ خالد حريص على كل التفاصيل بشكل دقيق وبمتابعة شخصية منه في كل المجالات، وهذا أكيد لامستوه أنتم من خلال عملكم كوزراء مع جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه. الشيخ خالد ما هي الصفة والميزة المشتركة للسلطان قابوس طيب الله ثراه عندما يتعلق الأمر بالوطن والمواطن؟ دائما ما هي طبيعة التوجيهات؟ ما هي طبيعة ردة الفعل؟ ما هي طبيعة الأوامر؟ هو السلطان أهم صفة في أنا أشوف رحمة الله عليه هو الرحمة، ودائما يعني عنده مبدأ التسامح، مبدأ يعني جزء من شخصيته حقيقة التسامح، ودائما هو يرى نفسه يعني الله يعني هو الأعلى، هو يعني لا ينزل حتى من أخطأ علي أو أخطأ على عمان أو أساء عمان، هو دائما متسامح ودائما مترفع حقيقة. والراحمون يرحمهم الرحمة ما في شك يعني، وهذه الصفة غير عادية أخي. فدائما في أي قرار الرحمة حاضرة، الرحمة لحال الفقير، الرحمة لحال المسيء، رحمة للكبير للصغير. فأنا دائما أشوف الرحمة هي صفة استثنائية يعني لا تعطى لكل أحد، هذا موهبة يعني هبة إلهية. ودائما كما قلنا دائما الرحمة حتى فوق العدالة أو حقيقة. فصفة الرئيسية أنا أشوف الرحمة، ولاحقا يعني أنا ما لن أقول لاحقا هي جزء من شخصيته برضو يعني موضوع الكرم جزء برضو مهم من الشخصية، فدائما تجد مسحة السخاء موجودة في أي شيء يعني. لكن لما نتكلم عن الرحمة أنا يمكن لا نتكلم عن العمل بقدر ما هو يعني بعض القصص البسيطة التي تروى هنا وهنا عنه يعني. يعني أذكر في لي صديق كان يعمل في شغل البلد قبل سنوات يعني يبدو أن في شخص يعمل في الجانب المتعلق بالزراعة في إحدى القصور يعني فقام بقص شجرة يبدو أنها لها قيمة تاريخية عن قصر السلطان طيب الله ثراه، وبدون ما أحد يطلب منه أصلا يعني اجتهادا يعني. فيبدو أن قصر السلطان لما رأى المنظر تأثر حقيقة لأن شجرة لها قيمة وذكرى لديه مهمة، فزعل منه زعل يبدو لأنه حقيقة يعني اجتهاد غير محمود يعني. فالزملاء يتوقعوا أنه سيصور هناك عقاب يعني عقاب شديد يعني خاصة أنه يعني الشجرة لها 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 قيمة لها قيمة عن قصد. يتفاجئ بعد ساعات فقط لأنه هو زعل منه أن الشخص هذا جايب سيارة مرسيدس وجايب مبلغ يا سلطان الله يغفر له فقط لأنه زعل منه. فدائما الرحمة وحاضر عنه، فأراد أن يعوضه عن الزعل الله. ومن حقه كرئيس دولة وكصاحب سبحان الله. فتفاجئ وهذا ليس
في جديد. وهذه المشاهد نسمعها كنا بشكل دائم يعني. نعم. يعني تخيل العقاب تتحول إلى إيش؟ إلى كرم. إلى كرم موجود. شوف الرحمة. نعم. والكرم. وهذه تتكرر هذه القصص. أحد الصحف الخليجية في أيام الحداد عنونت خبر وفاة جلالة السلطان: رحل صديق الجميع، هكذا عنونت الصحيفة. وأتوقع هذه الميزة كذلك الشيخ انتقلت على المستوى العالمي، فأصبحت جميع دول العالم صديقة لعمان، وانت أكيد قريب من مثل هذه المشاهد، بل أن جلالة طيب الله ثراه عندما ينظر للخريطة يقول أريد كل هذه الدول صديقة لعمان. هذه القيمة كيف تحولت كذلك على المستوى الدولي لتصبح شخصية جلالة السلطان بهذه الميزة عالميا؟ لأن جلالة السلطان الله يغفر له كما قلت هو التسامح جزء من شخصيته يعني. ورجل محب للخير، وأنا لا أعتقد أنه يخفي على الكثير من الناس أن جلالة السلطان حتى الخير لما يعمله بالسر، يعني ما كان حد يعرف، حتى حكومته ما تعرف كان يعطي مين في الداخل أو الخارج، وكلها في مواقع خير يعني. أيوة. فالشخصية وسمات الشخصية تغلب على نهجك في وخطك في العمل حقيقة. لأن جلالة السلطان عبر سنوات طويلة لم يرى العالم منه إلا كل خير، لم يرى عمان تتدخل في أي شيء إلا للخير، ولم يرى من عمان أنها ردت كرد فعل في أي مشهد معين إلا بالخير. فأصبح يعني أيقونة حقيقة، أيقونة السلام في العالم، يعني رجل بحكمته ومكانته ودائما رؤيته فيها الخير للبشرية جمعة. فصار هذا يعني المشهد خلاص أجمع العالم عليه، أن جلالة السلطان قابوس هو رجل يعني لا يأتي منه إلا الخير. نعم. وعمان طبعا تحت قيادته لن يأتي منها إلا الخير. وكما قلت العنوان، أنا قرأت العنوان في حدث الخليجة. نعم. وشدني حقيقة وأثر فينا حقيقة. نعم. يعني تخيل كان معبر. يعني البشرية كلها أجمعت على جلالة السلطان قابوس يعني، وفعلا لم يرى، وكما قلت وقلنا يعني. نعم. أنه لم يرى، لم يعني قال أكثر من في أكثر من موقع. نعم. لا أريد أن أرى في الخارطة إلا أصدقاء لهم طبعا. نعم. وهذا طبعا ليس بشيء الهين يعني، أنت بشر في الأخير قد تستفز من قبل جهة معينة بإجرام معين خطوات معينة، لكن عندما السماحة وتغلب في تصرفاتك فهذا يعني الحكمة شيء طبعا في حالة كثير من الأمور الحكمة حاضرة. وأشوف قال السلطان رجل حبا الله بالصفات الاستثنائية الله يقول له. يعني أنت الحين شوف نحن مر عام على وفاته رحمة الله عليه، لكن عندما تذكره الكل يتأثر ويبكي يعني. صحيح. ليش؟ سؤال، لأن لم يكن رجل عادي ترى. نعم. وأعتقد يعني مساحة الخير التي فيه أو التي كانت حاضرة فيه لم تكن عادية حقيقة. نعم. كانت استثنائية. نعم. وممكن في فترة الحداد من خلال كثير من التقارير اللي أجريناها مع الناس، الشيخ خالد رجال يعني كبار في السن، ولكن ما يستطيعوا أن ينطقوا كلمة لما نسألهم عن جلالة السلطان، البكاء يسبقهم دائما لأنهم ذكروا كثير من المعروف والخير من جلالة السلطان، وكان شخصية قريبة جدا منهم، ليس علاقة قائد وشعب. لكن أعتقد إذا أحب الله عبد حبب خلقه فيه. أي والله. أنا أعتقد. نعم. هذا شيء سر إلهي حقيقة. نعم. عندما ترى مثلا كبار السن نفهم أنهم يعني يدينوا بالفضل جلالة السلطان، لكن صغار السن كان حتى نعم. يعني لا يدركوا هذا، لكن التأثر لماذا يكون تأثر؟ هذا السر الإلهي. نعم نعم. وهذا المحبة العظيمة التي زرعها يعني التي زرعت في قلوب الناس حقيقة. شيخ خالد، معروف كذلك عن سلطان قابوس طيب الله ثرى انتصار الدائم للإنسان، حيث وجد الإنسان هو ينتصر بشكل دائم لقضايا واحتياجات هؤلاء الناس، وحرص من خلال جولات السامية في مختلف محافظات وولايات السلطنة يمكن أقل من متر يعني بينه وبين المواطن، وأحيانا يهمس في إذنه بشكل مباشر ليسمع احتياجاتهم، وأنتم أصحاب المعالي وأصحاب المعالي الوزراء موجودين بشكل مباشر، أحيانا يعني يتم منادات أحد أصحاب المعالي والاستماع. هذا الحرص الدائم كيف رصدت مشاهد الشيخ خالد من خلال يعني عملك وقربك كذلك من السلطان قابوس طيب الله ثراه؟ والله قال السلطان غير الجولات السامية طبعا كان الله يغفر له لديه يعني كل أكثر من مصدر لوصول المعلومة له يعني إيه. فكان يسير جدا أن توصل له مظلمة مثلا أو أن توصل له طلب، يعني أنا أذكر في صلاة زمان يعني كانت الأمور بسيطة حقيقة، فكان هو يسوق بنفس السيارة ويتمشى في كل مكان، وصار كثير من الشباب في تلك الأيام يقول أنا اليوم ما عندي فلوس بنتظر جلالة السلطان بيعطيني فلوس، وكان ينتظروا حقيقة في الشارع ويوقف ويعطيهم. وكان في بعض الناس يعني لديهم مثلا ملاحظة وشكوى وأي كانت يقفوا ويعرفوا سيمر ويمسك
ويناقش ويوجه وتصحح الأمور. الله. يعني كان همه حقيقة. لا طبعا الأمور هذه كانت قبل عشرات السنين. نعم. لاحقا شكل الدولة تغير اكتملت طبعا والأمور تغيرت شوي، لكنه هذا حقيقة يعني. ف ويكفي أن شخص معين يعني يوصل له رسالة، لن تمر مرور الكرام إذا فيها مظلمة حقيقة. نعم. لا يقبل الظلم، كان لا يقبل الظلم إطلاقا. وأعتقد أن من عايش قبل السلطان أكثر حتى منا إحنا عبر سنوات حياته كلها لا يقبل الظلم، وهذا شيء مهم في صفات الحاكم حقيقة. نعم. ويمكن يعني تجلى هذا الشيء من خلال متابعته وحرصه مثل ما ذكرت الشيخ خالد في الاستماع المباشر يعني من المواطن ومن الناس. كذلك لما نتحدث عن السلطان قابوس طيب الله ثراه، هو في الحقيقة فنان في كل شيء. هو رسم عمان وكأنها لوحة فنية تترجم اليوم في شوارعها، في أبنيتها، في طرقها، في كل تفاصيل عمان نجد لمسات جمال. حرص جلالة السلطان على هذه التفاصيل في كل الأمور، يعني نعرف أمور دقيقة قالك هذه التوجيهات جلالة السلطان هنا تكون بهذا الشكل. نتحدث عن هذا الجانب الشيخ خالد. هو أعتقد يعني ذوقه رفيع جدا في كل جداً. الأمور يعني. وكما قلت هو يعني تشرب بالثقافة الغربية والثقافة الإسلامية والمعمار الإسلامي، ولديه هوايات خاصة هو نفسه الفلك وغيره وكذا وكذا وكذا. فأعتقد أنه هو شخصية يعني رفيعة الذوق في كل أموره. فعندما تكون رفيع الذوق فتأكد أن كل ما يصدر عنك هو يعني استثنائي في الجبال يعني. نعم وجميل. وممكن هذا الشيء كذلك انعكس على البروتوكولات السلطانية التي أصبح يشار إليها بالبنان في كل محفل وفي كل العالم حقيقة. دقتها يعني الشيخ خالد بشكل كبير، هي شكل من أشكال الجمال كذلك. نحن نطلع لفاصل نستمع فيه إلى تقرير بصوت الزميل خالد البداعي، الإرث التاريخي وشكر السلطان الراحل. طيب لكم مستمعينا عبر مختلف تردداتنا ومتابعينا عبر البث المرئي المباشر، ونجدد ترحيب بضيفنا في الاستديو الشيخ خالد بن عمر المرهون، ونحن نتحدث عن الذكرى السنوية لوفاة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وتحدثنا عن كثير من المراحل والإنجازات حقيقة التي تحققت، الإنجازات العريضة بعناوينها الكبيرة التي تحققت في عهد السلطان الراحل. الآن الشيخ خالد نحن أمام مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة، وسط تحديات كبيرة خاصة في جانبها الاقتصادي. يمكن الشيخ شهر أو شهرين ودخلت علينا كذلك جائحة كورونا وأثرت بشكل كبير، فالمرحلة أتوقع هذه كذلك تحتاج كثير من العمل والتكاتف والتآلف مرة أخرى حتى تواصل عمان مسيرتها في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم. بإذن تعالى أنا كل ثقة أن عمان بقيادة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه ستعبر الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أقبح. نعم. يعني ما في شك أن العالم لم يمر أعتقد في قلة الحزم ما أفهم أنا في ككل. نعم. كل العالم بظرف كما يمر به الآن في ظل جائحة كورونا حقيقة. كانت هناك مشاكل حروب معينة فيها قارات في أقاليم معينة في العالم، لكن ليس العالم كله يعني. نعم. تعطل الأشهر بسبب الجائحة، طبعا هذا التعطل أو توقف كثير من الأمور أثر اقتصاديا على كل دول العالم حقيقة. نعم. ومن ضمنها السلطنة ما في شك يعني. لكن أنا متأكد بإذن الله بحكم القاضي السلطان الله يحفظه وهمته طبعا وبتعاون الجميع سنعبر هذا إن شاء الله. نعم. نحن أهم شيء في المرحلة القادمة أن نبني على ما تحقق خيخة. نعم. ونأخذ من إرث المغفور له بإذن الله القاضي السلطان قابوس يعني، وحقيقة إرث ليس عادي يعني. نعم. وسيبنى عليه كثير من الأمور الإيجابية إن شاء الله بإذن الله. نعم. أما بالنسبة يعني الحفاظ على ما تحقق طبعا الكل بإذن الله أنا متأكد. نعم. وهذا ما أكد عليه جلالة السلطان هيثم في أكثر من مناسبة وأكثر من خطاب. يعني التحديات ليست جديدة على عمان الشيخ خالد، وممكن لنا أمثلة في تاريخ عمان الحديث كثير من التحديات والعقبات اللي تجاوزها أبناء عمان بفضل هذه اللحمة والتكاتف بإذن الله. بإذن الله تعالى يعني أنا متأكد نتجاوزها إن شاء الله. أهم شيء التوازن في الأمور. يعني هناك ظروف معينة للمواطنين، هناك ظروف معينة للحكومة، التوازن بين الأمرين مهم. نعم. ومثل ما ذكرنا يمكن يعني هذه الأزمات ما جديدة على عمان، وأكيد قادرين إن شاء الله أن نحن نتجاوزها في المراحل القادمة. يعني ما نقدر نحن نغفل كذلك الشيخ خالد منجز كبير
من منجزات النهضة، وهو الجهاز الإداري للدولة، حتى وصل أتوقع لهذه المرحلة وصار من السهولة أنك أنت تبني وتعدل عليه، أسس بطريقة متينة، وأنت يمكن قريب من هذه التفاصيل، تحدث عن هذا الجانب. والله شوف، في البداية طبعا احنا قبل عام 70 طبعا لم تكن هناك يعني حكومة بالمفهوم التقليدي للحكومة، كانت دوائر معينة تدير شؤون معينة في الدولة وبشكل مبسط يعني. في العام 70 بدأ لقى السلطان حكمه المفروض لقى السلطان قابوس بأربع وزارات رئيسية، وتوسعت طبعا الوزارات هذه وظهرت الحاجة لوزارة أخرى ووحدات حكومية أخرى، حتى وصلنا في الأخير إلى يعني إلى أكثر من 90 وحدة مدنية أو شيء من هذا، وحدة حكومية مدنية طبعا هيك عن الجانب العسكري والأمني يعني. لكن الناس ما تعرف يعني عمان من أكثر الدول تنظيما في الشأن الإداري يعني، قد يظن البعض نحن لا، بالعكس نحن مرينا بمراحل منظمين جدا، بل جدا جدا. أنا أستنى أؤكد، قد يكون قد يقول قائل إن هناك توسع، نعم توسع فرضات ومراحل معينة وما تم لاحقا يعني من قبل قياس السلطان هيثم الله يحفظه من عادة ذلك، لا شيء طبيعي وصح كذا أصلا يعني دائما اللي سيراجع نفسه والدول تراجع نفسها، قد تحتاج وزارات معينة أو هيئات أو وحدات معينة في مرحلة ما ولا تحتاجها في مرحلة أخرى، قد تكتشف من وجود هيئات أو جهة معينة أن هناك ازدواجية في الاختصاص فتصحح هذا الشأن، ولكن لا يعني هذا أن في السابق كانت الأمور غير منظمة، لا كانت منظمة. الآن الأمور يعني حكمت بشكل أفضل في عهد السلطان هيثم، لكن أنا أشوف كثير من الناس لما يتكلموا عن الجهاز الإداري يعني يظنوا أن الأمور بسيطة، بالعكس أنا أقدر أقول يعني الجهاز الإداري في السلطنة منظم. نعم قد يشتكي البعض من بطل الخدمات، هذا شيء طبيعي لأن إحنا عندنا سلسلة إجرائية قد تكون طويلة شوي، وهذا مطلوب مراجعتها حقيقة لتبسيط الإجراءات والخدمات، هذا اتفق مع الكل يعني، لكن هذا لا توصم، لا نقيم الجهاز الإداري ببعض الخدمات اللي قد تكون بطيئة شوي. الجهاز الإداري جهاز طبعا في كثير من الجوانب يعني، وانا لا يعني حقيقه يقال بعض الاحيان ان حتى البيروقراطيه هي شيء طبيعي في وظل وجود مؤسسات او ما يسمى بدوله المؤسسات فيها بيروقراطيه، لان القرار يبنى على اسس معينه، لكن كما قلت هو مراجعه الشان الاداري وتطوير الجانب الاداري هذا لازم يكون كل فترة، والجهود اللي تتبذل كذلك طبعًا في تعزيز الحوكمة بشكل يعني ما في شك، ولكن انظر لأي دولة في العالم ستجد أن كل فترة تراجع هيكلها الإداري وتصحح وتعدله، زي اللي طبعا تفضل بقول السلطان هيثم الله يحفظه يعني. لكن كما قلنا من عدم الإنصاف أن نقول أن الجهاز الإداري كان غير منظم. أنا مرة قرأت لأحد الكتاب يقول أنه كانت فوضى إدارية، فوضى إدارية لا حول ولا قوة إلا بالله لهالدرجة يعني، لا ما كانت فوضى إدارية، كان في إدارة تعمل وبنشاط وبجد، طبعا تطويرها مطلوب، مراجعتها مطلوب، وهذا الذي تم من فضل الله. نعم، ممكن الشيخ خالد إذا ما عندك هذا الأساس المتين أنت حتى ما تقدر أصلا تعدل أو ترشق أو أحيانا تعمل كثير من، فالأساس المتين أتوقع هو من ساعد في كل هذه التغييرات. بالضبط. أكيد. بالضبط. تحدثت عن التنظيم، تنظيم الجهاز الإداري، وهو من يعني وصفته من أفضل كذلك التنظيمات الإدارية على مستوى المنطقة. أين يتمثل هذا التنظيم؟ سواء في جانب التشريعي، في مراحل تطورة وغيره. أنا كما قلت وأكد نفرق بين ضعف بعض الخدمات ولا تكون هي معيارنا في تقييم الجهاز الإداري. طبعا الجهات التي عندها لديها خدمات تقدمها للجمهور وفيها بطء، هذا نعم هذا فيها ملاحظة يفترض أن تعالج يعني، لكن كتنظيم كستركتشر كما يقال، أولا نحن خط السلطة في الإدارة في عمان سلس جدا، بمعنى عمان ليست من دول المعقدة في تركيب الوحدات الحكومية، يعني عندك مدير، مدير عام، وكيل وزير، انتهى المشهد. في بعض الدول لا، عندك مدير، عندك مدير عام، عندك رئيس قطاع، عندك وكيل وكيل مساعد، عندك وكيل، عندك مساعد وزير، عندك نائب وزير، عندك وزير، شوف خط السلطه. نعم معقد يعني بطريقه متشعب. بالعكس نحن حقيقه هذا الجانب، الجانب مثلا الموازنه، موازنه الدوله تصدر في 1/1، في بعض الدول ما تستطيع يعني تصدر في يوم معين نظرا لظروف اقتصاديه وماليه وكذا. نعم. عندك الجهاز الرقابي مثلا او الجهاز الرقابي نتكلم عن يعني دقيق، يعني الناس تظن ان الاموال سايبه، لا مش سايبه، يعني في جهاز الرقابه الماليه ومن ثم لاحقا صار الرقابه الماليه والاداريه يعمل بشكل يومي مع الوزارات. نعم يعني لو نسمع حادثه هنا او حادثه هنا لا تليق، لا نوصل الجهاز كله بهذا المشهد. بعض الوحدات مكاتب الجهاز موجوده حتى في الوحدات الحكوميه. انا اعرف قصه يعني واحد
يعني حقيقة يروي لها الشيخ عبد الرحمن الله يذكره بالخير وكيل الخدمة السابق يعني. نعم. يعني يقول في موظف صغير جاي من جهاز الرقابة يدقق على وزارة الخدمة ويعرفه هو يعرفه شخصيا. نعم. يقول شفته في ممر مال الوزارة وسلم عليه ما يرد. قلت ايش في هذا ما يرد؟ قال لي اذا رد عليك شبهة. قلت له تعال يا ابني اي شبهة احنا. لهالدرجة برضو الجهاز قائم بدور يعني حقيقة. لكنه زي ما قلنا احنا نفرق. اما كتنظيم الدولة تنظيم راقي يعني. لكن كما قلت كل دولة في العالم عندما تقترح أشياء أو تستحدث أشياء أو تنشي وحدات تقيمها لاحقا هل هي يعني حققت الهدف منها، هل هي بالمأمول منها. لكن الجهاز الإداري بشكل عام جهاز تدرج حسب معطيات واحتياجات كل مرحلة في مسيرة النهضة المباركة. يعني الشيخ خالد من الأشياء كذلك التي تستحق الذكر الشفافية العالية التي تتمتع فيها الحكومة مع المواطن مع المتلقي. اليوم نشوف كثير من البيانات تصل للمواطن بتفاصيلها، وذكرت مثال الميزانية العامة للدولة اليوم متاحة للجميع بلغة الأرقام، أنت تعرف كل مؤسسة كم مصروفاتها الجارية وكم مصروفاتها الرأسمالية وكل هذه التفاصيل. أتوقع كذلك هذا مكسب لازم نتكلم عنه، لأنه من خلال احتكاكنا مع آخرين من دول أخرى يعني ما يكونوا عارفين كل هذه التفاصيل، حتى ما يعرف هذا المشروع كم تنفيذه وكل هذه التفاصيل المالية. هذه العلاقة علاقة الشفافية والصراحة. مشكلتنا أن بعض الناس ما تريد تقرأ. نعم. ولا كل شيء موجود ترى. نعم. يعني ما يريد يقرأ ما يريد يعرف، يعني هو يسمع وينقل. وعندنا ثقافة سمعية. وأسوأ شيء ثقافة سمعية إن أنا أسمع منك كلمة قد تكون خطأ ونقولها وأعتبرها حقيقة وابن عليها والكل ابن عليها. الأمور في عمان واضحة ترى إلى حد كبير واضحة يعني. ما في شك يعني إذا بدأت الشؤون المالية أو الجانب المالي يعني، وإذا بس أحد يكلف نفسه بس يتعب شوي سيجد كم هذا المشروع وكم كلف وكم كذا ومن أنقص، حتى في التناقص لمن وكمل ومن تناقص كل الأمور سهلة ترى ما في تعقيد. بس تدخل في مواقع الوزارات المالية أو أكثر من جهاز وكذا ستجد هذه الأمور. طبعا أنا الشيء هذا يحسب القاضي السلطان قابوس الله يغفر له طبعا. هو طبعا الذي حرص أن يكون في هذا كان وعده حقيقة إذا أن تصار إلى حكومة عصرية. نعم. وحقق وعده رحمة الله عليه يعني. وأنا أعتقد أنه كان برضو الجانب الإنساني حاضر حتى في شان الدولة يعني. يعني كثير من الجهات يمكن الأسباب الإنسانية ظهرت حقيقة. نعم. حتى يعني تقسيمات إدارية وغيره أنا أعتقد كذا شخصيا. نعم. وجميلة يعني حقيقة مثل ما ذكرت الشيخ خالد. هذا المستوى من الشفافية يشعرك فعلا بالمستوى الذي وصلت له البلد يعني بطريقة فعلا عصرية وبطريقة فيها شراكة. هذا يعطيك حتى تعزيز الآن للشراكة بين الحكومة والمواطن. والله نشوف هي الحياة تغيرت الآن يعني المواطن شريك أساسي والحياة أصبحت واضحة والأمور ما فيها يعني ما في حكومة تخبي شيء يعني الأمور كلها واضحة. نعم صحيح. أنت الحين لو اشتريت شيء أصلا المواطن بيحد بيعمل لك صور يرسل لك فاتورة الشراء يعني. صح. ما في شيء يعني الأمور ترى سهلة ومش معقدة إطلاقا وواضحة جدا. أهم شيء الثقة المتبادلة. أهم شيء الثقة وأهم شيء كما قلت الاتزان والتوازن في الأمور يعني. يعني هناك ظرف معين يمر به المواطن هناك ظرف معين يمر به الحكومة. الكل يفترض أن يتفهم ظروف الآخر يعني. نعم. عمان في مصاف الدول المتقدمة، هذه رؤية عمان 2040 واللي انطلقت فعلا، وأتوقع هذه الرؤية حتى تتحقق تحتاج فعلا تكاتف الجهود وتحتاج مرحلة جديدة كذلك من العمل. لما نقول عمان في مصاف الدول المتقدمة والمؤشرات كلها تضعك من بين 10 إلى 15 أفضل دولة في أغلب المؤشرات الموجودة، ماذا تصف المرحلة القادمة في ظل انطلاق رؤية عمان 2040 شيخ خالد؟ أنا أعتقد أنها ستكون عمان خلية نشاط بإذن الله تعالى لتحقيق الرؤية إن شاء الله. فقط كما قلت أن الجوانب المالية قد تحقيقات تعمل لها قيود معينة توفر يعني قد أنا أعتقد بإذن الله سالأمور يعني في العالم كله الاقتصاد يرجع يعني يعمل وكذا بإذن الله. طبعا الرؤية مرتبطة أو أي رؤية في العالم بالجانب الاقتصادي يعني. نعم. يعني وطبعا هي الرؤية طموحة جدا يعني. وأنا يمكن إحنا سابقا يعني عرض علينا يعني خطوطها العريضة عرضت علينا حقيقة طموحة جدا بفضل الله وبإذن الله. قال السلطان هيثم هو أشرف على الرؤية في مرحلة من المراحل في كل المراحل الحقيقة يعني. إلا أن هو في على رأس الدولة الله يحفظه، وطبعا تنفيذها سهل لأن هو هي هي
هي مشروع رئيس الدولة أصلا. نعم. أعتقد أن تنفيذها سلبي بإذن الله، بس كما قلت أن العقبات أو التحديات الاقتصادية يعني بإذن الله ما تكون عائق أمام التنفيذ إن شاء الله بإذن الله. نعم. الملاحظ في هذه المرحلة ووصولا لهذه الأهداف مثل ما ذكرت يعني الشيخ خالد، وكأنه في يعني كأنه البلد في ورشة عمل يعني، والعمل متواصل ستكون بإذن الله ورشة عمل. نعم. الأمور الآن كما قلت اقتصادية يعني. نعم، ولكن أقصد في الجوانب الاقتصادية وتم اتخاذ كثير من الإجراءات التي تهيئ لهذه المرحلة. الآن يعني من خلال خبرتك الطويلة كذلك الشيخ خالد، ما هي الرسالة اللي ممكن أن نقدمها في هذه الظروف الاقتصادية أحيانا اللي تكون تداعياتها على الجميع، حتى نكون يعني في مرحلة داعمة لأهداف البلد الكبرى ونجني ثمارها جميعا إن شاء الله في مراحل قادمة؟ هي كما قلت هو التوازن في الأمور. التوازن في الأمور، هناك ظروف يمر بها المواطن نتفهمها، وهناك ظروف تمر بها الحكومة يتفهمها المواطن. نعم، هذا باختصار. نعم، وهذا يخلق أكيد التوازن. التوازن في كل شيء بإذن الله تعالى. وطبعا نحن لما نتكلم كنا عن مرحلة المغفور له بإذن الله. نعم، يا السلطان قابوس يعني. نعم يعني كما قلت هذا اليوم يوم حزين حقيقة، يوم 10 يناير. يعني. نعم. وبالرغم من مرور عام إلا يا السلطان حاضر فيه في ذهن كل عماني. نعم. إلى بكرة. يعني العماني أصيل، العماني فيه وفاء، العماني لا يمكن أن ينسى والده يعني. نعم. يعني وفاته كانت هذا يعني قدر كل نفس يعني. نعم صحيح. الإنسان في الأخير يعني هذا مصير أي نفس حية يعني في العالم. نعم. لكن عندما تفقد الأب فالفقد يكون قليل الحقيقة يعني. صحيح. فأعتقد أن العماني يعني إلى غد يعني يعني سيذكر السلطان قابوس، سيذكر تاريخه، سيذكر يعني عطايا، ولن ينسى، شخصية لن تنسى من ذكر العباد. نعم، حتى اليوم يعني 10 يناير وبعد مرور عام نحن ما نشعر أننا جالسين نتذكر شيء، هو عاش أصلا في كل تفاصيل ذاكرتنا وكل تفاصيل حياتنا اللي نحن نمارسها بشكل يومي، لأنه إنجازاته حاضرة بأن حقيقة. ما هذا اللي قلته. نعم. يعني أنت الإنسان لا ينسى والده يعني. نعم. حتى لو بعد 50 مثل لن ينساه، بل هو جزء منه أصلا. صدق. يعني يأخذ اسمه. نعم. فبالنسبة للعماني قال السلطان قابوس هو والد كل. نعم. نعم. فلن ينسى الأب إطلاقا يعني. نعم، جزاك الله خير الشيخ خالد، يعني الحديث معك حقيقة لا يمل والوقت يمضي سريعا، ونشاكر لك بشكل خاص سعة صدرك وهذه المساحة اللي خصيتنا فيها في الشبيبة لهذا الحوار في ذكرى وفاة السلطان قابوس طيب الله ثراه. كلمة ومساحة أخيرة أتركها لك الشيخ خالد في الدقائق الأخيرة لهذا اللقاء. والله فقط أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان القابوس بواسع رحمته، وأن يجزيه خير عن كل ما قدمه للبشرية، وهو فقيد الإنسانية جماعة حقيقة. اللهم يعني وكما قلنا يعني هناك رجال يصنعهم التاريخ، وهناك رجال يصنعون التاريخ، وهو صنع التاريخ. الله ورحمة الله عليه. شكرا، شكرا جزيلا لك الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية السابق، يعطيك ربي ألف عافية، وإن شاء الله تجمعنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.